داخل اليوم نتوقف عند تفاعل الجزائريين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة جهيدة رمضاني تنضم إلينا من الجزائر. أهلا وسهلا بك جهيدة، ونبدأ بهذه العقوبات الصارمة التي يلوح بها لكل من يجرؤ على التطاول على السلك الطبي. نعم، إذا مساء الخير نادين، ومساء الخير لكل مشاهدي برنامج شبابيك وكل مشاهدي برنامج تلفزيون العربي. إذا قبل أن أتحدث عن هذا الهاشتاغ، أنوه أنه قبل لحظات تم الإعلان الرسمي عن حصيلة اليوم، وهي الحصيلة القياسية منذ بداية كورونا في الجزائر. تم اليوم تسجيل 600 حالة وأكثر من 11 حالة وفاة، وهي أرقام قياسية تسجل اليوم تم الإعلان عنها. العودة أيضا الآن إلى هاشتاغ العقوبات التي بدأ تطبيقها على كل الجزائريين الذين يأخذون فيديوهات من داخل المستشفيات الحكومية ويروجون لها على أساس أنها فيديوهات حقيقية. هنا أريد أن أقول أن هناك شقين رئيسيين، بعض هذه الفيديوهات حقيقية تم أخذها من مستشفيات حكومية في البلاد تعاني لحد ما نوعا من الترهل وفيها الخدمات متدنية، لكن بعض هذه الفيديوهات مفبركة يتم الترويج لها في الجزائر على أنها حقيقية، ما جلب استهجان السلك الطبي والشبه الطبي في الجزائر، ووصل إلى حد التعدي اللفظي والجسدي على بعض الأطباء من قبل المرضى أو عائلة المرضى، خاصة في مصالح كوفيد-19 في الجزائر، ما سرع بإصدار تعليم وجهه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير العدل بالقاسم زغماتي، أمره بمعاقبة هؤلاء عقوبات صارمة وضرورة التماس عقوبات صارمة في حقهم تصل حتى السجن، واعتبار ما يقومون به هو تعدي على حرمة الأطباء وتعدي على حرمة المستشفيات وتعدي أيضا على حرمة وهو إضعاف لمعنويات الأطباء في البلاد، مع العلم أن الكثير من الأطباء منذ بداية كورونا في الجزائر يرابطون داخل المستشفيات الحكومية ولم يروا أولادهم وأبنائهم، وبعضهم فقد عزيزا، ومنهم من توفوا من السلك الطبي بعد أن أصيبوا بعدوى من المرضى. إذن هذا الاستهجان والاحتقان الموجود في هذا السلك جراء هذه الفيديوهات عجل بإصدار قانون يجرم هذا الفعل ويعتبر ما يقومون به جنحة يعاقب عليها القانون ويصدر في حقها أكبر العقوبات. إذن تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها من السلك الطبي. إلياس برابط وهو رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية علق في صفحته الرسمية على الفيسبوك وقال: الهمجية لا تحل مشاكلنا. ما نشره السيد الياس مرابط هي تخريب لمستشفى حكومي في ولاية المسيلة من قبل عائلات المرضى، أين اعتدوا على الأطباء هناك وقاموا بتخريب المستشفى قائلا أن هذه الأملاك هي أملاك الشعب وهي نحن هنا في خدمة الشعب، فلماذا يتم الاعتداء علينا؟ تعليق آخر لخالد بودية. خالد بودية في صفحته الرسمية على الفيسبوك نشر ما قاله الوزير الأول عبد العزيز جراد، وقال أننا لاحظنا في بعض المستشفيات صورا لأشخاص وتم أخذ أشخاص توفوا وأخذهم من السرير ورميهم على الأرض لإعطاء صورة تشوه الواقع، وواقع ما يجري في الجزائر هو عملية سياسوية خطيرة من ناس متطرفين سيعاقبون أشد العقاب. تعليق آخر نادين لبلال كباش وهو صحفي جزائري، قال في صفحته الرسمية الآتي: وصلنا إلى وقت نحمي فيه الأطباء والأئمة بقوانين الجمهورية، هذا يحدث عندما يفقد المجتمع القوانين الأخلاقية، إنه أمر مؤسف ومؤلم، هكذا قال. وتعليق أخير لعبد القادر شداد، قال أيضا في صفحته الرسمية: لا يجب أن نكون جحودين للمجهودات التي يبذلها قطاع الصحة في البلاد، حالتهم النفسية صعبة
ولم يروا أهلهم منذ 4 أشهر. ليس هذه التعليقات فقط، بل تعليقات كبيرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إهانة العديد من الأطباء ومن الدكاترة في السلك الطبي، كما قلت، معجلة برفع هذه العقوبات وتسليط أقصى العقوبات والتماسها في حق المروجين. وفي الموضوع الثاني شهيد الذي يثير اهتمام المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المواطن المجهول في مدينة العلمة يتبرع بقارورة من الأكسجين بقيمة 1 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 100,000 يورو. نعم، هو مواطن جزائري تبرع بصهريج كبير من الأكسجين بعد أن تم يعني غياب الأكسجين، أو لم يكن موجودا في المستشفيات، لم يكن متوفرا في المستشفيات العمومية. قيمته 100,000 أورو. نعم، وهو مواطن محسن تبرع بهذه القيمة لشراء هذا الصهريج دون أن يذكر اسمه، أن يذكر اسمه، دون أن يروج لنفسه على أساس أنه هو المتبرع. قام بها سرا، لكن الجزائريين التقطوا هذه الصورة باعتزاز وفخر كبير لهذا المواطن. حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شكر لهذا المواطن الجزائري والذي اعتبر نموذجا في المواطنة الحقيقية. حمزة شديدي في موقعه الرسمي قال الآتي: الدين معاملة، هذا هو الحج وهذه هي العمرة في ظل الظروف المالية التي نعيشها اليوم. إنه يقايض مع الله، بمعنى أنه يستبدل سلعة بسلعة أكثر ربحا، ليس مع الوالي والمشاريع الدنيوية. نعم، ما أدراك ما رجال العلمة، هذه الولاية البعيدة على العاصمة بحوالي 300 كيلومتر. سمير قلالتا أيضا في صفحته قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. محسنان وشركة إسمنت في عين الكبيرة، أي في ولاية العلمة، يتكفلون بفواتير 4 خزانات الأكسجين الطبي بالعلمة لإنهاء أزمة الأكسجين، جزاكم الله خيرا. أنيس بوزيد أيضا في صفحته الرسمية يقول: تبذير، وكان له وجهة نظر إلى حد ما مختلفة لكن قد تكون صحيحة، قال الآتي: تبذير الأموال في تشييد المساجد أصبح عمل غير مرغوب فيه. هناك مستشفيات محطمة ومدارس منهارة، يجب أن نساعد هذه الصروح أفضل بكثير من مساعدة المساجد التي أصبحت مكانا للمنافقين والكذابين. هذا يبقى رأيه، لكن التبرع اليوم أصبح يقترن بالفعل الطبي، بالفعل الحيوي الذي يحتاجه المواطن دائما، خاصة مع فيروس كورونا الذي فرض هذا النوع من التبرعات. محمد بن كموخ أيضا في صفحته الرسمية على الفيسبوك قال، وقد يكون محقا: أتمنى من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يكرم هذا المتبرع الذي تبرع بصهريج الأكسجين من سطيف في رئاسة الجمهورية، ويمنحه وسام المواطن الشريف. نعم، شكرا جزيلا لك شهيدة رمضاني من الجزائر على هذه الجولة، ونلقاك الأسبوع المقبل.